بمدرب منتخبنا للمرحلة القادمة، يعني نقل مباريات دوري يضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين المحترفين في هذا الدوري السويدي، وبالتالي يعني لا توجد أعذار. هنا المحاولة، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، راسية حاضرة لكن إلى ركلة مرمى، يعني لا توجد أعذار للمدرب القادم لمنتخبنا الوطني من نوعا نوعا ما. فريق هامارمي ماسك الكرة أكثر، جهة اليسار محاولة عرضية خطرة لكن تبعد، لكن برافو استخلاص من قبل يبيبي او اللاعب دييغو كامبوس. مره اخرى استخلاص الكره من المهند، الانضمام الى خط الوسط للزياده العدديه، تعود مره اخرى عاليه خطره لكن الكره مرت من امام الجميع، لكن شهدنا تحرك سلبي مستمر. تغيير اللعب، تمريره اماميه ناحيه لاعب نيكولا يحاول يبحث عن مهاره تسديده، لكن اول تهديد من قبل فريق دوجر بيرث في الدقيقة 16 من اللقاء، وكانت من تمريرة طويلة ناحية نيكولاس دوجريتش. هو حاول باستخدام المهارة باللعب الفردي، لكن هو نجح، لكن التسديد لم يكن بالشكل الى سعيدي. كرة عالية داخل منطقة الجزاء، المحاولة لكن دفاعية تبعد من ماتس بينجر، تسديدة لكن تصل سهلة الى الحارس اوليفر دوبي. الكرة ثابتة، كرة عالية خطرة جول بسلاح الكرات الثابتة، هامارمي وهدف اول في الدقيقة 25. كرة هي من الخطأ الذي نفذ بشكل مباشر، لكن المتابعة كانت حاضرة، لكن شاهد لقطة تعبر عن الدور الكبير لمهند جعاز من حيث القيادة للفريق، من حيث توجيه الزملاء، وبالتالي هدف أول لمصلحة فريق هامارمي. هنا اللقطة الإعادة، كانت الكرة من تنفيذ الخطأ المباشر، لكن لعبها نهير بيسارة، أعتقد لعب أدفن قلب الدفاع، لكن الحارس ألبي ويتمان قدم هدية، لا والله وجبة إفطار شهية من يد ألبي ويتمان إلى اللاعب أدفن كورتلوس. مجريات دقائق الشوط الاول بالطول بالعرض وبكل الدقائق والثواني، هدف ثاني، لكن هذه التسديده راحت سهله الى اللاعب السعيدي، يحاول يبحث عن زميل، تمريره حاضره، كره كامبوس المكسيك او الكوستاريكي، لكن رده فعل باختبار للحارس اوليفر دوبي. ايضا يعني ذكرنا قبل تسجيل الهدف، يعني هنا اللقطة الجميلة، لكن الله على ردة الفعل الحاضرة من قبل الحارس اوليفر دوبي بنتيجة مستحقة بظهور عدالة كرة القدم من خلال هدف لفريق هامارمي. مهند، كرة عالية خطرة الثاني، لكن الكرة مرت مرور الكرام، لكن والله عرضية مثالية، سيطر على الكرة مهند جعاز. شاهد الكرة بدأت من اليمين، وما يميز مهند هو النزعة الهجومية لهذا اللاعب، شاهد وين تقدم أمام منطقة جزاء فريق دوجر بيرث، لكن لا وجود للمتابعة من الله على هذا التمرير، الله على هذه العرضية. سيبستيان أولسون، كرة عالية تبعد عن طريق اللاعب كوستاف، تعود مرة أخرى تسديد، لكن التسديد بعيد، الكرة تذهب هنا. أنا ردت فعل جماهير هامارمي بالتأكيد، رمية التماس بيسارة، ينتظر، يلا يا مهند، سيطر على الكرة، يحاول مرور جميل، كرة خطرة، هامارمي الثاني، لكن الكرة إلى ركنية جهة اليسار. نلعب في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ركنية، كرة عالية تبعد خطرة الثاني، لكن لا لعبها بشكل غريب، الفرصة كانت واضحة والكرة تهيأت على طبق من ذهب. هنا الإعادة، الإبعاد الخاطئ من المدافعين فريق دوجر بيرث، ولو لعبها وهو فكر أن يركنها بالزاوية البعيدة بالتسعين بين زملاء من خلال تسجيل الهدف الوحيد لفريقه. يبدأ الشوط الثاني، هامارمي يبدأ مهاجم، خطرة الثاني، هامارمي يحاول بالتقدم بالمرور من جهة اليسار، وأيضا مهند جعاز، هي جهة اليسار
جهة العمل والجهد والمرور والتقدم والمحاولة اللي كانت، لكن تسديدة ذهبت الى برا الملعب، ركلت مرمى. امان بي بدأ الشوط الثاني بالنسبة للقطة وحيدة، محاولة الان غوستاف، عرضية المتابعة خطرة مهند، لكن العرضية تصل الى الحارس ألبن ويتمان. شوط اللقطة الماضية كان هناك بطاقة صفراء، مهند جعاز، كرة عالية رأسية، خطرة الثاني تبعد، لا تزال هذه الخطرة الى غوستاف. يختفي ناهير بيسارة، يظهر غوستاف ليديكسون، لكن ماذا يحدث لو ظهر اللاعبان من حيث الاداء الهجومي؟ لكن العرضية من اجل ابعاد الخطورة عن مرمى فريقه. ننتظر نترقب. خطأ فوغوفيتش يقترب يستعد، تسديدة مرت والله من النظرة الاولى، توقعت الكرة داخل الشباك وما بين الخشبات الثلاث، حتى ردة فعل جماهير فريق الدوجر بيرس تحيلك من الكرة بالمرمى، لكن الكرة بقليل مرت بجوار القائم لتذهب الى بربي وسط فرحة الجماهير. تحصلت على الاهم، على الثلاث نقاط من خارج الديار لتستمر افضلية فريق هماربي، وبالفعل وسط فرحة وصرخة الانتصار للاعبي هماربي اتت صافرة الحكم لتعلن عن نهاية اللقاء.